سجل تطبيق ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني أكثر من 21 ألف مستخدم منذ أن قام بتدشينه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في شهر إبريل الماضي خلال افتتاح المعرض المصاحب لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2014. ويعكس عدد الاستخدام ما يحققه التطبيق الإلكتروني من فائدة للموظفين داعيا جميع الذين تندرج وظائفهم تحت ديوان الخدمة المدنية إلى الاستفادة من التطبيق بمتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المهندس محمد حسن العوضي مدير إدارة الاتصال بديوان الخدمة المدنية. مساء الخير. مساء النور. أستاذ، ما أهمية تطبيق هذا التطبيق الذي يعني يقدمه ديوان الخدمة المدنية للموظفين وأبرز الخدمات التي يوفرها لهم؟ نعم، جاء التطبيق ليكون همزة تواصل مستمرة ودائمة مع جميع الموظفين في الخدمة المدنية في نموذج عصري وذكي يواكب التطورات الحديثة للتكنولوجيا، حيث يوفر التطبيق كثير من الوقت للموظف، حيث يشمل التطبيق على خدمات تسجيل الموظفين لإظهار وتحديث بياناتهم الشخصية، وكذلك تفاصيل الحساب البنكي وإظهار كشف الراتب الشهري. نعم. وبإمكان الموظف طبعا طلب شهادة الراتب وشهادة الخدمة من خلال التطبيق كذلك. نعم. أستاذ، لديكم خطة في الديوان لتحديث هذا التطبيق مستقبلا بما يتماشى مع تطور الاحتياجات لدى الموظفين؟ بكل تأكيد هناك خطة مع الإخوة بالحكومة الإلكترونية للتحديث القادم، حيث سيتم إدراج ميزة الإخطار والتنبيه في حال وجود أي مستجدات على راتب الموظف أو معلوماته في المستقبل، كذلك فتح عدد من مميزات التطبيق لغير المسجلين في الخدمة المدنية من إعلاميين من القطاع الخاص من غيرهم للاستفادة من التشريعات والأنظمة والتعليمات التي يصدرها الديوان، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى يتم دراستها حاليا. نعم، المهندس محمد حسن العوضي مدير إدارة الاتصال بديوان الخدمة المدنية، شكرا لك.